لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بدون إجماع كوليبالي مهدد بالرحيل وجيلاردو بدأ التدريب. لاسارتي يذاكر تقارير عبد الحفيظ ويوسف. دي الأخبار النهاردة اللي معانا من النادي الأهلي. مجلس الأهلي بدون إجماع، آخر اجتماعات لمجلس إدارة نادي الأهلي أو آخر قرارات كلها عليها اختلاف، يعني كلها مش بالإجماع. النهاردة بعض الناس على السوشيال ميديا كاتبين إن ده يعني يعتبر عيب خطير في مجلس إدارة النادي الأهلي، إن القرارات ما تطلعش بالإجماع والناس كلها تقول أمين والناس كلها تأمن على القرارات. طبعا ده كلام غلط تماما. الأهلي بيبدأ عصر جديد، شيء حضاري جدا وشيء مشرف جدا ان يبقى فيه اختلاف وجهات النظر، ولكن في الاخر الجميع يحترم القرار. عجبني في مجلس اداره نادي الاهلي بشكل كبير جدا ان حتى ما بيحصل خلاف او اختلاف في وجهه النظر على الترابيزه ده شيء وظاهره صحيه. اذا النهارده من اي حق من حق اي حد يقول رايه، درندلي، مرتجي، ضماطي، جرحي، العمري، اي حد في النهايه، رانيا، اي حد يقول رايه، والكابتن الخطيب ليه وجهة نظر يقولها، وفي النهاية اللي هيتقال وجهة نظر الأغلبية أو وجهة نظر الإجماع، وده هيبقى قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الجميع يحافظ عليه. شيء الحقيقة يحترم، شيء متحضر جدا. كان طول عمري ضد فكرة إن كل يقول أمين، أنا طول عمري مش مع النظرية ومش مع الفكرة دي، ولكن في النهاية الاختلاف لا يفسد الود قضية. مهند على فكرة كمان من الشخصيات المحترمة، من القادر المحترمة جدا. النادي الأهلي بيمتلك ثلاثة تحت السن الحقيقة في منتهى الاحترام، سراج، جرحي، ضماطي، كل المجموعة اللي موجودة نتمنى لهم إن شاء الله كل الإنجاز وكل النجاح. عايز أقول لكم إن كوليبالي مهدد بالرحيل وجيلاردو بدأ التدريب، خلاص جه وابتدى التدريب. كل الناس بتقول إن كوليبالي ممكن هو اللي يطلع، ولكن في النهاية كل دي توقعات. يبقى القرار الأخير للاسارتي. لاسارتي هو دلوقتي اللي بيقرأ، هو اللي بيذاكر، هو اللي بيقعد مع سيد عبد الحفيظ، هو اللي بيقعد مع محمد يوسف، والقرار في الآخر هيبقى ليه، وده وضع طبيعي. نختلف نتفق، هو في الآخر اللي هيتحاسب والفاتورة عنده، وهو في الآخر صاحب القرار. ده ما يخص النادي الأهلي. ما يخص نادي الزمالك، اجتماع ووداع. رئيس الزمالك يشيد بلاعبيه قبل رحلة شاد. أهلي جدة يحسم صفقة السعيد مع الأبيض، طباخ خصوصي مع البعثة استعدادا للقطن. دي الأخبار اللي معانا. رئيس الزمالك يشيد بلاعبيه قبل رحلة التشاد. النهارده كان في اجتماع مع المستشار مرتضى منصور مع لاعبي نادي الزمالك، أشاد بيهم بشكل كبير، قال لمحمد إبراهيم إن أنت مكمل، مفيش أخبار من دي. أنا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي كل التوفيق طبعا لمحمد إبراهيم، يقعد في الزمالك يلعب في حتة تانية، ده قرار الزمالك وقراره. ولكن اما تسألني انا من جوايا اتمنى ان فعلا يكون المعلومة صح، وان يكون مرتضى منصور قال لمحمد ابراهيم ان انت هتقعد في الزمالك، ويكون محمد ابراهيم مكمل. اتمنى ان محمد ابراهيم يفوق في نادي الزمالك، لان هو موهبة كبيرة. الفريق بقى محتاج ومش محتاج وفي افضل منه ومفيش افضل منه، دي الحقيقة مش بتاعتي، لان نادي الزمالك يمتلك فريقين، في فريقين موجودين حاليا في نادي الزمالك ويعاني من هدوء واستقرار بشكل كبير. اهلي جدة بيحسم صفقة السعيد مع الابيض. اهلي جدة في كلام ان هو ممكن ما يكونش عبد الله السعيد موجود معاه في الفترة القادمة. لو عبد الله السعيد مش موجود في اهلي جدة بنسبة 90% ممكن يكون عبد الله السعيد موجود في نادي الزمالك. دي اخبار او دي كواليس المؤكدة بالنسبة لنا. فأعتقد أن دي هتكون خطوة كمان مختلفة تضيف بشكل كبير جدا لفريق نادي الزمالك. بعد انتقالات يناير القادمة هنشوف جيم مختلف تماما للزمالك والأهلي والبيراميدز، الثلاث فرق. أكيد الإسماعيلي وأكيد المصري فرق هتفوق، وأكيد الاتحاد إن شاء الله بإذن الله برضو هيفوق بشكل كبير، ولكن في النهاية أنا بتكلم على الفرق اللي بتنافس وطايرة بلغة الأرقام حتى الآن. زمالك، بيراميدز، أهلي، هما الفرق المتصدرة حتى الآن بعد انتقالات يناير، أكيد هيطيروا. طباخ خصوصي مع البعثة استعدادا للقطن. نادي الزمالك بيطير معاه طباخ خاص، وإن شاء الله بإذن الله يعني الأمور تبقى جيدة بالنسبة لفريق نادي الزمالك. طبعا هيبقى عنده الراجل حسبة
مختشئ وظاهرة صحية. إذن النهاردة من أي حق من حق أي حد يقول رأيه، درندلي، مرتجي، ضماطي، جرحي، العمري، أي حد في النهاية، رانيا، أي حد يقول رأيه، والكابتن الخطيب ليه وجهة نظر يقولها، وفي النهاية اللي هيتقال وجهة نظر الأغلبية أو وجهة نظر الإجماع، وده هيبقى قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الجميع يحافظ عليه. شيء الحقيقة يحترم، شيء متحضر جدا. كان طول عمري ضد فكرة إن كل يقول آمين، أنا طول عمري مش مع النظرية ومش مع الفكرة دي، ولكن في النهاية الاختلاف لا يفسد الود قضية. مهند على فكرة كمان من الشخصيات المحترمة، من قادر المحترمة جدا. النادي الأهلي بيمتلك ثلاثة تحت السن الحقيقة في منتهى الاحترام، سراج، جرحي، ضماطي، كل المجموعة اللي موجودة نتمنى لهم إن شاء الله كل الإنجاز وكل النجاح. عايز أقول لكم إن كولوبالي مهدد بالرحيل، وجيلاردو بدأ التدريب خلاص، جه وابتدى التدريب. كل الناس بتقول إن كولوبالي ممكن هو اللي يطلع، ولكن في النهاية كل دي توقعات. يبقى القرار الأخير للاسارتي. لاسارتي هو دلوقتي اللي بيقرأ، هو اللي بيذاكر، هو اللي بيقعد مع سيد عبد الحفيظ، هو اللي بيقعد مع محمد يوسف، والقرار في الآخر هيبقى ليه، وده وضع طبيعي. نختلف نتفق، هو في الآخر اللي هيتحاسب والفاتورة عنده، وهو في الآخر صاحب القرار. ده ما يخص النادي الأهلي. ما يخص نادي الزمالك، اجتماع ووداع. رئيس الزمالك يشيد بلاعبيه قبل رحلة شاد. أهلي جدة يحسم صفقة السعيد مع الأبيض، طب خصوصي مع البعثة استعدادا للقطن. دي الأخبار اللي معانا. رئيس الزمالك يشيد بلاعبيه قبل رحلة الشاد. النهاردة كان في اجتماع مع المستشار مرتضى منصور مع لاعبي نادي الزمالك، أشاد بيهم بشكل كبير، قال لمحمد إبراهيم إن أنت مكمل، مفيش أخبار من دي. أنا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي كل التوفيق طبعا لمحمد إبراهيم، يقعد في الزمالك يلعب في حتة تانية، ده قرار الزمالك وقراره. ولكن إما تسألني أنا من جوايا أتمنى إن فعلا يكون المعلومة صح، وإن يكون مرتضى منصور قال لمحمد إبراهيم إن أنت هتقعد في الزمالك، ويكون محمد إبراهيم مكمل. أتمنى إن محمد إبراهيم يفوق في نادي الزمالك، لأن هو موهبة كبيرة. الفريق بقى محتاج ومش محتاج، وفي أفضل منه ومفيش أفضل منه، دي الحقيقة مش بتاعتي، لأن نادي الزمالك يمتلك فريقين، في فريقين موجودين حاليا في نادي الزمالك ويعاني من هدوء واستقرار بشكل كبير. أهلي جدة بيحسم صفقة السعيد مع الأبيض. أهلي جدة في كلام إن هو ممكن ما يكونش عبد الله السعيد موجود معاه في الفترة القادمة. لو عبد الله السعيد مش موجود في أهلي جدة بنسبة 90% ممكن يكون عبد الله السعيد موجود في نادي الزمالك. دي أخبار أو دي كواليس المؤكدة بالنسبة لنا. فأعتقد إن دي هتكون خطوة كمان مختلفة تضيف بشكل كبير جدا لفريق نادي الزمالك. بعد انتقالات يناير القادمة هنشوف جيم مختلف تماما للزمالك والأهلي والبيراميدز، الثلاث فرق أكيد، الإسماعيلي وأكيد المصري فرق هتفوق، وأكيد الاتحاد إن شاء الله بإذن الله برضو هيفوق بشكل كبير. ولكن في النهاية أنا بتكلم على الفرق اللي بتنافس وطايرة بلغة الأرقام حتى الآن، زمالك، بيراميدز، أهلي، هما الفرق المتصدرة حتى الآن بعد انتقالات يناير أكيد هيطيروا. طب خصوصي مع البعثة استعدادا للقطن، نادي الزمالك بيطير معاه طباخ خاص، وان شاء الله باذن الله يعني الامور تبقى جيده بالنسبه لفريق نادي الزمالك. طبعا هيبقى عنده الرز ويوسف. دي الاخبار النهارده اللي معانا من النادي الاهلي. مجلس الاهلي بدون اجماع، اخر اجتماعات لمجلس اداره نادي الاهلي او اخر قرارات كلها عليها اختلاف، يعني كلها مش بالاجماع. النهارده بعض الناس على السوشيال ميديا كاتبين ان ده يعني يعتبر عيب خطير في مجلس اداره النادي الاهلي، ان القرارات ما تطلعش بالاجماع والناس كلها تقول امين والناس كلها تامن على القرارات. طبعا ده كلام غلط تماما. الاهلي بيبدا عصر جديد، شيء حضاري جدا وشيء مشرف جدا ان يبقى فيه اختلاف وجهات النظر، ولكن في الاخر الجميع يحترم القرار. عجبني في مجلس إدارة نادي الأهلي بشكل كبير جدا إن حتى ما بيحصل خلاف أو اختلاف في وجهة النظر على الترابيزة، ده شيء وظاهرة صحية. إذن النهاردة من أي حق من حق أي حد يقول رأيه، درندلي، مرتجي، ضماطي، جرحي، العمري، أي حد في النهاية، رانيا، أي حد يقول رأيه، والكابتن الخطيب ليه وجهة نظر يقولها، وفي النهاية اللي هيتقال وجهة نظر
الأغلبية أو وجهة نظر الإجماع، وده هيبقى قرار مجلس إدارة النادي الأهلي الجميع يحافظ عليه. شيء الحقيقة يحترم، شيء متحضر جدا. كان طول عمري ضد فكرة إن كل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.